السلام عليكم خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو جيت نخدم معكم هاد النوفو موديل. شوفوا خياتي شحال خرج شباب، خرج ما شاء الله. خدمت له السنسله ديالو بالعقاش ودرت له اليد ديالو من الفوق، درتها له شكل في شكل جديد. اليوم شوفوا كيفاش خرج معنا الموديل خياتي، خرج واو. نبداو ان شاء الله خياتي نخدموه انا وانتم ان شاء الله. بسم الله نبداو على بركه الله. واش نسحقوا خياتي؟ نسحقوا الخيط تاع السناره 0.45 ونسحقوا مقص ولقاط الى عندكم ولا امبانس باش نزيروا بها الخيط. وانا استعملت اليوم هاد لا كولور تاع العقاش في الباج، هادي تاع الصيف خياتي تاع العراس تاع ما شاء الله. المهم نبداو خياتي على بركة الله، نبداو دايما بربعة كات بيرل. نردو الخيط في لا ديغنيير باش نعاودو نخرجو الخيط ونديرو العقدة تاعنا الاولى. شوفو خياتي هنا نقيسو الخيط في زوج باش يكونو قد قد. فوالا، باش كي نبداو نخدمو متوليناش جهة صغيرة على جهة وجهة كبيرة على جهة، يكونو كيف كيف في القيس. فوالا هنا نديرو الرباعية ديالنا اللولة، نديرو العقدة تاعنا اللولة نخبوها في العقاش. شوفو خياتي راهي تشكلت معانا. هنا نولو نخدمو زوج من جهة وحدة من الجهة الأخرى. نعود نردو الخيط من كاين زوج في وحدة فيهم ونديرو العقدة ديالنا الثانية. شوفو رانا درنا الثانية، نزيدو نكملو هنايا حتى لهنا ان شاء الله رانا فاهمين. دوكا باش نطلعوا للسطر الثاني خياتي نديرو ثلاثة 3 بيرل. انا اللي ندير لكم في قيس صغير باش نولي الكبير، باش غير نفهمكم باسكو درت هاد لي فيديو بصح قلت لكم ما بالك كاين بنات دخلوا جدد ولا ما شافوهمش. نعاود لهم هنا شرح صغير باش نولوا نخدموا على الكبير ديريكتومون. فوالا هنا باش نطلعوا من السطر للسطر نديرو ثلاثة هادي. راني غير نشرح لكم على هاد على هاد الكميه الصغيره ونزيدو ثلاثة واحد اخرين. درنا ثلاثة ودوكا نزيدو نديرو ثلاثة واحد اخرين. شوفوا كيفاش يتشكل معنا السطر الثاني. فوالا مع الاول بدينا خياتي باربعه، بعد ولينا زوج من جهه وحده من جهه، وكي حبينا ندورو درنا ثلاثه وزدنا ثلاثه. هنا هذا الخيط اللي راهو من الجهه اليمنى ندخلوه في هذا لابيغ اللي راهي قدامنا. فوالا انا خرجنا الخيط، والخيط اللي يكون منا نولو نديرو فيه العقاش، نولو نديرو فيه بالزوج. نعاودو نخرجو الخيط ديالنا من العقاش. ونديرو العقدة تاعنا. هادو مراحل أساسيين على بها كل خطرة نعاودها لكم في الفيديو. فوالا من بعد نزيدو نديرو هنا الخيط من الجهة هادية ونكملو. راني لحقت لهنايا، لحقت لا ديغنيير بيرل باش نعاود نطلع ندير السطر الثالث. حبيت نكمل معاكم حتى لهنا باش نزيد نفهمكم. هنا في هذا الخيط
نولو نخدمو بهذا في هذه المرحله هذه، نولو نخدمو بهذاك الخيط نديرو فيه زوج نديرو فيه زوج فوالا درنا العقدة تاعنا وخبيناها. هنا واش نديرو؟ نديرو ثلاثة باش نديرو السطر الثالث، نديرو غير ثلاثة مرة واحدة برك، ومن بعد نولو نكملو بهذه المراحل نولو نخدمو. فوالا ونكملوا الخدمه ديالنا ان شاء الله. حتى لهنا كامل رانا فاهمين. فوالا من بعد نكملوا في هذوك لي بار اكوتي ونكمل نجي لهنا. فوالا شوفوا خياتي، انا هنايا اليوم راني دايره 23 على 13، خدم له كبير. شوفوا يدخلوا فيه نقدروا ندخلوا فيه تليفون، نقدروا ندخلوا فيه بزاف امور بهذا المقياس هذا. فهنا في الوسط نديروا خمسة، هنا نديروا 9 و9 من الجهه ونديروا خمسة في الوسط. فوالا 4 5، هنا نجيبو الخيط هنا ندخلوه 9 التحتانية والاولى تاع الخمسة. ندخلو الخيط هنايا في اخر الفيديو تشوفوا الله يبارك الساك واش قدرنا ندخلو فيه. ندخلو الخيط في هاد الزوج ونخدمو بهذا اللي معهم الفوق، نديرو فيه الزوج دو بيرل. نعاودو نردو الخيط باش نديرو العقدة تاعنا الأولى، فوالا ومن بعد هاد الخيط التحتاني ندخلوه في لابيغل هادي أكوتي، وهذا الفوقاني نديرو فيه دو بيرل زوج. فوالا خلوا لي رايكم خياتي في التعليقات. نكملوا نديروا العقدة تاعنا من بعد هذا ندخلوه من الجهه التحتانيه نكملو، والجهه الفوقانيه نديرو فيها دو بيرل. هنا ماشي يشد روحو دوك، مال كي نفوت نخدمو يعاود يولي يشد روحو بيان سور. هنا راني حان لحقت لا بير لا كاتريام بيرل، ندخلوها هنايا والجهه الفوقانيه نديرو فيها دو بيرل. نديرو زوج ملعقاش تاعنا
فوالا. ومن بعد هنايا لحقنا لا سانكيام بيرل. خلاص خياتي هنايا ما تغلطوش، خمسة برك حسبوهم كي تكونوا تخدموا تزيدوا تغلطوا تلحقوا للسادسة، باسكو كي يكون هكذايا من داك يطيح لنا نخافوا نغلطوا. احسبوهم انا راني خدمه وحده زوج ثلاثه اربعه، دوك راني لاحقه لا سانكيام. فوالا هنا في لا سانكيام نخدم ونحسب، فهذه في لا سانكيام نعاودو نردو هكا نديرو في لا سانكيام وندخلو في التحتانية التاسعة كيما درنا من الجهة اللي ملهاه. فوالا راني خرجت الخيط باش تشوفو في هذيك الخامسة، ومن بعد هنا نعاود ندخلو في هذه. هنا نخرجوا الخيط تاعنا، هنا واش نديرو؟ نديرو وحده برك، نديرو وحدة. واش نديرو من بعد؟ الخيط هذا الفوقاني اللي راهو خارج على برا على الجهة اليمنى ديالي ندخلوه في هاد لابيرل، نطلعوه فيها ونولو نخدمو بهاد الجهة الفوقانية نديرو فيها زوج، ونكملو نخدمو كيما خدمنا كيما فهمتكم من الأول دوكا. فوالا سي لي ميم زيتاب، نكمل معاكم حتى لهنا باش تزيدوا تفهموا. هنا نديرو زوج، شوفوا كيفاش بدا يتشكل ديجا معانا هاد العقاش خياتي بزاف شباب. ونكملوا انا يا دوك هنا ندخلوها في هذه، وراني كملتو. شوفوا خياتي يخرج الله يبارك كبير ما شاء الله. راني خدمته 13 على 5، هنا 5 ومن الجهه اللي ملهاه 13، خرج روعه. هنا نجو نديرو له قبل لي كوتي، نحسبو نهبطو بأون بيرل فوالا عمودية، ومن بعد نجو هنا للأفقي نحسبو ثلاثة، ندخلو الخيط ديالنا في هادوك ثلاثة. فوالا نزيدو ندخلها في لا ثوازيام، هنا رانا عندنا الخيط من الجهه والجهه. واش نديرو؟ نديرو هنا وحده، عندنا اون بيرل نردو منها الخيط باش نديرو العقده، هوب شوفوا كيفاش يتشكل معنا هنايا هذا الشكل. ومن بعد واش نديرو؟ هادوما نعاودو نطلعوهم في هادوك الزوج اللي راهم واقفين، ندخلو هذا من جهه ونزيدو الاخر من جهه الاخرى. ونديرو اون اوتر بيرل، ما درنا زوج وحده من التحت وجينا للفوق زدنا درنا وحده باش نشكلو هذيك الرباعيه ديالنا تاع لي كوتي. فوالا
فوالا هنا نزير الخيط، هنا نكمل معاكم برك خياتي كيفاش كيقعد لنا الخيط، كيفاش نديرو له هنا وكيفاش نزيروه. واش نديرو؟ نعاودو نردو الخيط من هاد لي كوتي، منين طلعناه نعاودو نهبطوه باش نربطو الخيط ديالنا مليح باش يجي الساك مزير. من بعد نلاقيو الخيط ندخلوه هنا في لابيرل ونجيبوه للجهه اللي منا باش نلاقيهم في زوج باش نعقد باش نديرو الربطه ديالنا. فوالا هنا نربطوه نزيدو نربطوها على زوج. واش نديرو هنا؟ كي درنا العقدة تاعنا نعاودو ندخلوه في هذيك لابيغل اللي تكون قدامها العقدة. فوالا راهي قدام هذه اللي راهي واقفة، نعاودو نطلعو الخيط باش فوالا باش نخبيوها. شوفوا خياتي نخبيهم كامل العقدات باش يجينا الساك شباب وتجينا الخدمة ديالنا شابة. هنا نقطعو هاد لي شوت، حبيت نكمل معاكم هاد المراحل باش تفهموها. فوالا نجي نكمل من الجهة اللي من هيه. شوفوا خرج شباب، شوفوا خياتي كيفاش خرج. هذا خياتي تاع العراس تاع الصيف تاع العرضات، بزاف شباب وبزاف كلاس. انا بزاف عجبني هذا الباشا، عجبني. شوفوا خياتي ودرتو كبير، درتو كبير باش نقدروا نرفدو فيه تليفون، نرفدو فيه واش نحبو. هنا نجي ندير له الغلاق، نخلو وحده من الكوتي وحده من الكوتي. ونجو لهنا نبداو نخدمو، نخدم هنا معاكم شوية. نبداو نديرو ثلاثة، رانا خلينا وحدة من الجهة وحدة من الجهة ما تنساوش. نديرو ثلاثة، هنا نجيو نديرو العقدة ديالنا الأولى. فوالا واش نديرو؟ هاد الخيط هذا التحتاني ندخلوه في لابيغ الاكوتي. ان شاء الله حتى لهنا رانا كامل فاهمين خياتي. اللي وصلت لهنايا هنا نديرو زوج، اللي وصلت هنايا في لا فيديو ما تبخلناش بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. على هنا درنا زوج، هنا نديروه في الجهة التحتانية ونديرو زوج من الجهة الفوقانية. نكمل هنا الخدمة.
ندخلوها في الجهة التحتانية ونكمل. هنا خياتي كي لحقت لا ديغنيغ بيغل، رانا خلينا وحنا من الاخر ما نخدموش بها، هذه هي الاخرى تاعنا. شوفوا كي لحقنا الاخرانيه واش نديرو، هذا الفوقاني ما نخدموش به، نخدمو بالخيط التحتاني، نديرو فيه زوج عادي ونزيرو الخيط ديالنا ونديرو ثلاثه ونعاودو نطلعو. هادو مراحل اساسيه خياتي، راني كل مره نعاودهم لكم باش ما تغلطوش ان شاء الله. فوالا هنا نجيو نديرو ثلاثه ونكملوا الخدمة ديالنا. شوفوا هنا نجي نكملوا، شوفوا خياتي راني كملت حتى لهنا. هنا جيت برك نخدم معاكم هاد المرحله، كي خلاص لنا الخيط كيفاش نديرو. يسقسوني دي فوا يقولوا لي كي خلاص لنا الخيط. هنا شوفوا خلاص انا قريب يخلص لي الخيط، واش درت؟ عاود طلعت هذاك الخيط على هادو مالي كات بيرل وجبتو عند خوه باش نعقدو، باش نعقدو. فوالا باش ندير له زوج عقدات، هنا نعاود ندخل هذاك الخيط في لابيرل باش نخبيو العقدات تاعنا. نزيروهم ونقطعو هادو مالي شود. فوالا ومن بعد نعاودو نقطعو خيط ونجو نكملو الخدمة ديالنا. هنا حبيت نديرو بهذا الشكل هكايا، ما يجيش كاري الغلاق. فوالا نجيب هنا الخيط باش نكمل الخدمه ديالنا. هنا خياتي ما نخدموش بلا ديغنيغ بيغل، نخدمو بهذه قبل لا ديغنيغ بيغل باش نديرو هذاك الشكل هذاك اللي يجي هابط. واش نديرو؟ نديرو ثلاثه ماشي الاخرانية خياتي، قبل الاخرانية راني دايرة تلت سطور هنا من القدام، ومن بعد نجي كي نلحق التالتة ندني بأون بيغل ونجي نخدم الشكل ديالنا، يعطينا شكل الشباب في الساك. شوفوا ديجا كيفاش يتشكل معانا، ونكمل حتى لهنا. هنا نحبس قبل هذيك الاخرى، فوالا في هذه نحبس ندخل هنا الخيط نديرو فيها زوج ونزيروه. رانا حبسنا قبل الاخرى، فوالا هنا واش لازمنا؟ لازمنا هاد الخيط هذا اللي يكون من الجهه اليسرى، نعاودو نجيبو هاند خو هدايا باش نخدمو بلابير اللي تكون اكوتي هذه الاخرانيه ما نخدموش بها. واش نديرو خياتي؟ هنايا تبعوني، ندخلو هاد الخيط هذا نعاودو نردوه. شوفو نعاودو نردوه على هاد الزوج ثلاثه على هذيك الرباعيه، نعاود نردو ونخرجو عند خوه. شتو خياتي؟ راني خرجتو عند خوه. ومن بعد هاد الخيط هذا ندخلو في هاديك لابيغل اكوتي، والاخرى ندير فيها ثلاثة.
شوفوا هذا دوك ندخلو من هاد الجهة، نجو ندخلو هنا باش نديرو العقدة تاعنا. فوالا شوفوا كيفاش تشكل معانا. خرج بزاف شباب خيكاتي، هذا مازال ما كملناش ديجا راهو شباب. نكملو حتى لهنا وقبل الاخره نحبسو. فوالا نجو لهنا نديرو زوج، انا لحقت لهنا قبل الاخرى، هنا قبل الاخرى نحبس ونجي نخدم بالخيط اللي يكون على برا. شوفوا خياتي خرج روعة، ومازال ما كملناش وما درنالوش لي داكسيسوار. شوفوا هنا نجيو نديرولو من نشدوه، نخلو وحدة من الجهة وحدة من الجهة، نجيو ندخلو الخيط ديالنا في اللي تكون أفقية. فوالا نديرو ثلاثة، نديرو ثلاثة باش نديرو الرباعية ديالنا. من بعد الخيط التحتاني اللي يكون على برا نعاود نخرجو في هادوك لي باغ التحتانيين هاد الخيط، ندخلو من الجهة التحتانية نعاود نطلعو في لابيغ. رانا طلعناه في لابيغ، ومن بعد واش نديرو؟ نكروازيو لي دو فيل في هذيك لابيغ، نكروازي وهذوك زوج خيوط في هذيك العق، هذيك العقاشة هذيك. فوالا ورانا خرجنا الخيط تاعنا، ومن بعد نولو نخدمو هذه، نولو نديرو زوج من جهة ووحدة من جهة الأخرى. نديرو زوج من جهة ووحدة من جهة الأخرى، نكمل هاد المرحلة. فوالا نزير برك الخيط خياتي باش يجينا تجينا واقفة، ومن بعد نزيدو نديرو زوج من جهة وحدة من جهة الأخرى حتى نكملو لتحتها. حتى نكملو القيس اللي رانا حابين نوصلو ليه من اليد. فوالا شوفو خياتي كيفاش يخرجو لنا. نجيو نكملوها هنا، راني لحقت لا ديغنيا، نوري لكم كيفاش باش ندخلوه في هاد لي بيرل هادو، ماشي في الاخرانيه خياتي، قبل الاخرانيه نديرو نفس القيس. واش نديرو؟ نديرو هنا نديرو وحده من جهه والاخرى من جهه، نديرو غير زوج هنا خياتي غير زوج، وندخلو الخيط نكروازيوه في لا ديغنيا هذيك قبل الاخيره، ندخلو هاد الخيط فيها. شوفوا رانا دخلنا الخيط من جهة والأخر من جهة. فوالا بعد نعاود نطلع الخيط في لي بيرل باش نديرو العقدة تاعنا. فوالا خياتي شوفوا كيفاش خرجت الحقيبة ديالنا، بزاف شابة خرجت تحفة.
فوالا، انا نقول لكم خياتي مالكم غير تبعوا لا فيديو من الاول للاخر باذن الله، وتخرجوا بوحده كيما هذه ان شاء الله. شوفوا خياتي كيفاش خرج، خرجه روعه روعه روعه، سي تري 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 كلاس. شوفوا لي خياتي، وخرجنا كبير نقدروا نديروا فيه وش نحبوا لداخل. شوفوا معايا وش قدرت ندير فيه، قدرت ندير فيه 3 فغابوبيير، تليفون، المهم يرفد خير ربي. شوفوا خياتي يرفض ما شاء الله. انا اقول لكم خياتي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وموديل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.